بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. إن شاء الله نبدأ اليوم بكتاب الـ Person to Person number 2، اللي هو الـ Section 2، الجزء الثاني أو النسخة الثانية. طبعا عندنا نسخة أولى ونسخة ثانية، فنبدأ طبعا بالبداية. يعني أنا كل طلابنا اللي قاعد أدرسهم أبدي وياهم بالبداية نفهمهم شنو هو هذا الكتاب. يعني كل تقريبا كل الطلاب اللي داخلين يمنا دروس، سواء إذا كان طالب داخل دورة واحدة أو إذا كانوا ويا طلاب يدخلون يمي درس بهذا الكتاب، أو مرات نسويها دورة حتى مجانية يعني نفيد الطلاب. هذا الكتاب عبارة عن محادثات، هو اسمه المحادثة، يعني شلون تحكي باللغة الإنجليزية. فطبعاً بادي لك باليونت الأول بـ conversation هذا سي مو زي، هو يقولون conversation هي مو زي، هي سي conversation. haven't we met before، هل سبق لنا وأن التقينا من قبل، أو هل التقينا من قبل، have we met before. يعني إذا أنت شايف إذا أنت تشوف شخص وتعتقد بأنه أنت شايفه قبل، راح تقول له هذا الكلام have we met before. زين، where can you make friends with people who speak English، make a list of places، وين تقدر تلتقي بأصدقاء وياك يحكون إنجليزي، سوي لك قائمة بيهم. هذا طبعا شلون النصيحة، يقول لك إذا تريد تطور لغتك احكي ويا ناس حتى تطور لغتك. طيب، consider this. طبعا هنا عندنا هذا people around world on another different ways and people often green with other with Canada, Thailand, France, China. يعني واحد هذا يقول لك يعني مثلا عندك بكندا ناس تحكي تايلند بها يحكون ايضا انجليزي، بفرنسا بس مو كلش هواية، China nod or side bow 2-3 or both people are the world. هاي واضحة. green one another greet one another طيب greet يعني الناس تحيي مع بعض، يعني واحد يسلم على الثاني بمختلف الطرق. على سبيل المثال في كندا هاند شيك، بكندا يسلم عليك بيده من يريد يسلم عليك، هاي التحية. تايلند nod with blames together، nod يعني يخفض راسه. بفرنسا 2 or 3 kisses or both cheeks، يعني بفرنسا التحية مالتهم تصير عبارة عن انه القبلة 3 مرات او مرتين. طبعا بدولة مثل دول الخليج، يعني هسه بالجديد انا شفتهم بعض الاحيان انه ما اعرف شلون يبوس خشمه، او ما اعرف يعني اذا كل دوله لها. بتشاينا نود اند سلايد بوز، اللي هي لما يخفض ايده هنود او 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 ينزل، اعتقد ينزلون ال 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 راسه وجسمه، يخفض راسه او مرات بيهم يخلي ايده. هذا كلها طرق التحيه حسب الثقافه وحسب الدوله. يعني احنا كاشخاص نحكي او نريد نتكلم لغه مع ناس بثقافات اخرى، ضروري جدا نتعرف على هذا الشيء، لان ممكن واحد ينزل ايده او ينزل راسه واحنا ما نعرف هذا شبي، وبالتالي هو يريد يسلم، او ممكن واحد يمد ايده وهذا يقول هذا شبي مد ايده، هذا معناها سلام. فهذا الشيء لازم ايضا نتعرف عليه بشكل عام. هنا عندنا محادثة ما بين شخصين، راح نقرأ هاي المحادثة ونفهم المعنى اللي بيها. هاي المحادثة كلش مهمة، نصيحة اللي يريد يتعلم لغة إنجليزية، هاي المحادثات يحفظها نحفظ مثل اسمه. يعني استاذ أنا عندي محادثة أحفظها على شنو؟ إي والله أحفظها لأن كلش مهمة. معقولة؟ إي والله معقولة، هاي المحادثات جدا مهمة، وراح اطور كلامنا، اطور لغتنا، اطور الاستماع مالتنا، واحفظها وابقى اسمع بيها. يقول this is a great film festival isn't it، طبعا هذا
الاحتفال او هذا الفيلم اللي حضرناه كلش كلش حلو. يعني هو قال جريت فيلم فاستيفال، فاستيفال معناها مهرجان، فيلم يعني فيلم، يعني مهرجان فيلم، مهرجان الفيلم، يعني الظاهر انه عندهم مهرجان يشوفون به فيلم. Isn't it؟ اليس كذلك؟ It's sure this، نعم انه كذلك. This film، هذا الفيلم looks wonderful، يبدو هذا الفيلم رائع. Yes it does، نعم انه كذلك. Have you been to this film festival before؟ هل سبق لك وان حضرت الى مثل هذا المهرجان من قبل؟ الجواب Yes I was here last night، نعم انا كنت هنا في السنة الماضية. This is my first time، طبعا بيتي هذه البنت اعتقد تقول This is the first time، هذه اول مرة. You know you look familiar، have we met before، هاي اول مرة اشوفك انت شكلك مألوف. Have we met before، هل سبق وان التقينا من قبل. Liz قال I'm not sure، انا لست متأكد. I think we were in the same computer class، اعتقد اننا كنا في نفس الصف. Last year، السنة الماضية. With Miss Clark، ومع مع مع كلارك. الآن سكلارك. I remember you، تذكرتك. My name is بيتي، بيتي ويلسون. I'm Liz، ليزوي، اسمها ليزوي، ليزوي. It's good to see you again، من الجيد رؤيتك مرة أخرى. Sorry I did not recognize you at first، آسف ما عرفتك بالبداية. Well my hair was a lot long then، شعري كان شوية أطول، شعري كان شوية أطول. Then and I wear glasses، وكنت أرتدي النظارات، وكنت أرتدي النظارات. هاي المحادثة وأفسخها، تفسخ أقراها كلمة كلمة، جملة جملة. طيب هنا نبدي. Give it a try، a conversational openings. This is a great film festival isn't it، طبعا هذا السؤال لما يجين هيك جوابه. It's sure this film looks wonderful. إذا لما الواحد يسألني عن الفيلم، لما الواحد هذا اللي بالأصفر لازم نحفظ، لما الواحد يسألني عن الفيلم أجابه ب yes it is sure that film looks wonderful، هذا الفيلم يبدو رائعا، أو great أو interesting أقدر أغير بيها. Yes this film looks very interesting doesn't it، very interesting، wonderful، great، good، وإلى آخره. Yes sure it does، no, yes. إذن ممكن إذا واحد سألني بهذا السؤال أجاوبه جواب مختصر، أو ممكن أجاوبه جواب وأرجع له بهم مسألة هاني. فهاي هذا السؤال وهذا الجواب الأول وهذا الجواب الثاني. ذن استاذ ذن لازم نحفظهن، إيه والله لازم تحفظهن مثل اسمك. زين شلون تجينا بالامتحان؟ ممكن يجيب لك إياه اختيارات، ممكن يجيب لك السؤال ويريد الجواب، ممكن يجيب لك السؤال ويجيب لك الجواب على شكل اختيارات، على شكل اختيارات. نجي هنا عندنا إلى موضوع البراكتس. طبعا البراكتس معناه الممارسة، يعني أن أنت تمارس هاي اللغة مع الشخص أو مع زملائك في الصف أو يعني أيا كان ذلك الشخص، نمارس اللغة مالتنا. بنقول practice يعني تمرين ممارسة. يقول listen to the example، استمع إلى الأمثلة. Then start a conversation by choosing one of openings below reserve rules. يعني يقول أنت let's great، it is a great party، إنها حفلة عظيمة أو راقية. The food here looks delicious، الطعام هنا لذيذ. هذا يسمونه الـ openings. شنو يعني openings؟ يعني بداية الحديث. شلون واحد اللي يريد يحكي ويا فلان، يعني فلان مثلا يريد يبدي يحكي ويا بالإنجليزي، يقول it is a great party، يا لها من حفلة عظيمة. طبعا الجواب راح يكون على سبيل المثال، مثلا
مثلا على سبيل المثال response يعني راح انا اجاوب. طبعا هذا مثال ممكن اقول yes it was نعم انها كانت. The music is good الموسيقى جيدة. The food here looks delicious الطعام هنا لذيذ. واحد جاب قال the desserts are fantastic والحلويات ممتازة. It's an exciting concert المسرح كان يعني ممتع بمتع بإثارة. I love this music. طبعا هذا الشيء يعني السؤال وجوابه هذا يعني يرتبط يعني ما له جواب يعني احنا نبدي هذا الحوار وواحد يرد لنا this course sound interesting. طبعا انا مثلا اقول it is a nice university جامعة لطيفة وجيدة. الجواب يقول yes. واحد يقول no it's not very good university جامعة مو كلش جيدة. ويبدي نقاش ونبدي حديث. إذن هذه اللي يسمونهن openings يعني بداية الحديث. يعني شو يريدك أنت تبدأ الحديث وواحد يجاوبك يقول لك it was كذا. بعدين واحد يحكي لك عن الموسيقى. بعدين مثلا أنا مثلا خلينا نقول على سبيل المثال خلينا نأخذ الجامعة مثلا هذا فد شيء يعني قريب علينا. نقول this is a great university جامعة عظيمة. واحد يقول yes it is the doctors. بعدين نحكي عن الدكاترة ونبدي نحكي ونطور لغتنا. هذا هو اللي يسمونه openings عبارة عن مدح شيء. هنا عبارة عن مدح شيء. great party looks delicious exciting sound interesting. طبعا هذا اللي لازم يكون الواحد إيجابي يحكي جملة والثاني واحد يرده ويبدأ الحديث باللغة الإنجليزية. ناخذ الـ practice 2 التمرين أو النقطة الثانية التدريب الثاني. يقول بهذا التمرين تدريب take turns خذوا أدوار يعني كل واحد يأخذ دور. starting a conversation أبدأ محادثة. in the situation below في المواقف التالية. think of as many conversational openings for each situation as you can. يعني الآن هذا واحد واقف دا يحكون دا يشوفون مباراة. هذا ايش راح يقول او هذا اللي بالازرق بالاخضر راح يقول it is a very good match المباراة كلش جيدة. هذا راح يقول لي yes it is وهذا فرحان شوف يقول لي إيه صحيح معناها راح يوافق الرأي. اذا واحد يبدي يتكلم مثلا على سبيل المثال واحد هذا بنية واقفين it is a good super mall أو مول يا له من مول عظيم. إذن هذا بدينا حديث عنه واحد راح يقول yes it is. واحد يقول it is very crowded كلش مزدحم المكان yes it is واحد. وإلى آخر يشوف هاي crowded ويقول slow بطيء exciting ممتع busy late I am very late أنا جدا وإلى آخره. وطبعا عندنا ذن الكلمات مو يقول لنا استخدموه اللي هي crowded مزدحم fantastic exciting delicious. لأن الكلمات لازم نحفظ معانيها نخاف واحد ما يعرف معناها. طيب نجي على extending the conversation. have you been to this film festival before؟ شنو يعني extending؟ يعني معناها يعني شلون احنا نقول اللي هي احنا نقول عليها المد او الطول. المد اكستند يعني توسيع او تمديد او تنشيط المحادثة. اذا واحد مثلا قال لي طبعا هاي اكستند ذا كونفرسيشن هذا لازم تنحفظ. have you been this film festival before هل سبق لك وان حضرت الى مثل هذا المؤتمر؟ yes I was here last year نعم كنت هنا السنة الماضية. no this is my first time هذه اول مرة. إذن شلون أنا أطول الحديث مالتي؟ مثلاً واحد قال لي it is a nice match مباراة جيدة. واحد قال yes it is good نعم إنها جيدة. إنه برجع أقول له have you been to this film festival before to this match before سألت عن المباراة قال لي جيدة. قلت له هل سبق لك وأن أخذت أو دخلت إلى هذه المباراة ثلاثة مباراة؟ قال yes I was here last year نعم كنت هنا السنة الماضية أو أسبوع الماضي أو هذه هي أول مرة. إذن هنا أنا طورت الحديث مالتي. بالبداية سألت عن اللعبة بالبداية حكيت عن اللعبة هو قال لي إيه حبيتها. قلت له أنت جاي قبل هنا؟
قال لا هاي أول مرة. إذن هذا شي يسمونه، هذا كل شيء يسمونه extending the conversation، معناها نطور المحادثة مالتنا، نوسعها، نقويها أكثر، نطولها. يعني مو نحكينا كلمتين ونسكت، مو نحكينا كلمتين ونسكت. Is this the first time you have been to this film festival؟ هل هذه أول مرة لك في هذا الاحتفال؟ Yes, it is. I am enjoying a lot. No, I was here last year. هل هذه أول مرة؟ لا لا، هذه مو أول مرة، جاي قبل. نعم هذه أول مرة. هذا هو المقصود بهذا الكلام. زين، ننتقل بعدها إلى إذن البراكتس الآخر. طبعا هذا عبارة عن استماع. يقول listen to this example، استمع إلى هذا المثال. then take turn starting conversation، ثم خذ أمثلة تبدأ بالمحادثات. أخذوا أدوار، كل واحد يأخذ دور وابدأ محادثتكم. آت تنس ماتش، في لعبة الموبايل التنس. يلا واحد شلون يسوي محادثة؟ اثنين يقفون، واحد يقول it is a nice match، واحد يقول yes it is، واحد يقول have you ever been here، هل سبق لك وان كنت هنا؟ راح يقول yes I was here last week، الأسبوع الماضي كنت هنا، أو الشهر الماضي، أو السنة الماضية. نجي على سبيل المثال a yoga class، في اليوغا. أو مثلا على الطيارة، wow it is a nice flight، رحلة جيدة. أو it was a night plane، طائرة، good plane، نعم إنها جيدة كلش جيدة. هذه هي أول مرة لك؟ لا لا، هذه مو أول مرة، أنا جاي قبل. نعم هذه أول مرة، وإلى آخره. السوكاست طبعا هذه كرة قدم. الروك هي لعبة الروك فاستفض. وجودو جودي اللي هي المنافسة مال الجودو، والله الرياضيات الرياضات صراحة ما أعرف به هنا، مباراة الجودو والتكواندو وإلى آخره، ما عندي أي خبرة، عادي شنو أسماء ما أدري. طيب نجي على رقم هنا 3. طبعا برقم 3 باليونت الأول يحكينا، يقول ask if you have met before. رقم 3 يقول السؤال أو التساؤل فيما إن كنت تعرف ذلك الشخص أو التقيت به من قبل أم لا. طبعا راح نجي haven't we met before، هل سبق لك وأن التقينا من قبل، هذا سؤال. أو I think we have met before، أعتقد أننا التقينا من قبل. haven't we، أليس كذلك. أو don't I know you from somewhere، أقول لك أعتقد أنا أعرفك فد مكان، بفد مكان معين. إذن هذا هو معنى الكلام. طيب إذا واحد قال لي هذا الحكي شنو راح أجاوبه؟ I'm not sure، أنا لست متأكد. Have you، هل أنت متأكد؟ Do you، أنت متأكد؟ هل أنت متأكد؟ إذا أنا ما متأكد، زين راح يحدد النوب، هذا صاحبي راح يحدد النوب، يوضح أكثر. يقول لا لا أنا أعرفك. I think we met at Sam's birthday party. أعتقد أننا التقينا في حفل ميلاد سام. تذكرت. Oh yes, I remember now. أنا تذكر. هذا اللي بالأصفر أنا أقول لازم ينحفظ، سواء للجامعة أو سواء للكلام مالتك. إذا واحد قال لك Weren't you at Sam's، ألم تكن في حفلة عيد ميلاد سام's Sam's birthday party؟ No. Yes, that's right. نعم هذا صحيح، أنا كنت كذلك. أو ممكن No, I don't think so. لا لا أنا ما أعتقد هذا الشيء. إذن يصير الجواب إذا كان لا. You were at Sam's birthday party, weren't you؟ أليس كذلك؟ No, I don't think so. Yes, that's right. I think you have the wrong person. أقول أعتقد أنت غلطان، مشبه بالاسم، مشبه أنت، أعتقد أنت مشبه. أقول I think you have the wrong person. طبعا إحنا بالإنجليزي خلاص أقول أنت مشبه، إحنا هنا بلهجة عراقية دائما نقول أنت مشبه، أعتقد أنت مشبه أخوي العزيز، أنت مشبه. لا لا أنت مشبه، بس بالإنجليزي نقول I think you have the wrong person، يعتقد أنك أو أنت
في بعدك في بالك أو ظنك شيء شخص آخر. طبعا إذا عرفت هذا الشخص أو تعرفت عليه أقول له my name is Betty أو Betty Wilson. طبعا راح يكون الجواب I'm Liz Wu. طبعا هذا الكلام إذا أريد نطبقه بالحياتنا الواقعية يعني إحنا طبعا ممكن نستخدم هذا الحكي كليته اللي ذكرناه ويعني نطبق عليه هذا الحكي 100%. طبعا مثال على هذا الموضوع، أنا التقيت بشخص بالجامعة أقول له على سبيل المثال Have we met before؟ هل سبق لك إلى التقينا من قبل؟ راح يقول لي مثلا I'm not sure، أنا لست متأكد. Have you هل سبق لنا؟ أقول له I think we met، أعتقد أننا التقينا at the wedding party of my friend أحمد. أي نعم، أعتقد أن إحنا التقينا بحفلة الزواج بزواج صديقي أحمد، أحمد الجبوري. هو راح يقول لي أحمد الجبوري أوه يس I remember you، نعم 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 تذكرتك أنت أحمد الجبوري. طيب راح أقول له أي نعم أني my name is أنا اسمي مستر محمد، أي اسمي مستر محمد. راح يقول لي أمي أوكي أنا اسمي سعد أو أحمد أو إلى آخر. فهنا هذا محادثة صارت عندنا. نجي على practice one أيضا عندنا. Listen to the example، استمع إلى المحادثة أو استمع إلى الأمثلة. Then ask your partner if you have met before. Use the information below and introduce yourself. طبعا يقول met at cafe chan party، التقينا في حفلة party. إذا واحد قال لي إحنا تعرف بعض واحد بعض أو أنا أعرفك، أنا راح أستخدم له التقينا في مثلاً كافي بارتي أو we used to be neighbor. أي نعم إحنا نعرف بعض، شلون we used to be neighbor، إحنا كنا جيران. يعني أنا مثلاً دامشي ركبت باص، فهو هنا شي يريدنا بالباب الكتاب، يريدنا أستخدم ذن الكلمات بالمحادثة مالتي حتى نطور الكلام مالنا. مثلا انا ركبت بالباص، انا جاي من بابل رايح بغداد للدوام، ركبت باص بالباص شفت ولد قلت له العفو اعتقد احنا التقينا من قبل شايفك اني، راح يقول لي I don't think so have we، لا اعتقد ذلك. هل انت متاكد؟ انا راح اقول له yes we used to be neighbor، نعم احنا كنا جيران. راح يقول لي انت are you from بابل، هل انت من بابل؟ أنا أقول له yes I am، yes مستر محمد نعم أنت مستر محمد عرفتك. إذن لازم نستخدم هذه العبارات ونطور من محادثتنا. take the same turn in the mornings، الصباح سات وإلى آخره. طبعا نبدأ الحديث، هذا المفروض يكون بالصف والأستاذ يشجعكم على الكلام، يشجعكم على الكلام. نجي هنا يقول listen to this، استمع لهذا. Part 1. Listen to 3 conversations. استمع إلى 3 محادثات. Where are they؟ أين هي؟ Write the correct number. استمع أكتب الرقم الصحيح للمحادثة. طبعا هنا عندنا محادثة يعني الواحد لازم يستمعها، وبعد ما يستمعها راح يجاوب على هاي الأسئلة. مثلا واحد اسمع علي، أين التقوا؟ التقوا في الجامع مثلا في المسجد في الصلاة. مثلا واحد اسمه علي التقى بصاحبه على سبيل المثال بالزيارة. مثلا واحد اسمه كذا التقى بصاحبه على سبيل المثال في أي مكان كان بالسوق أو إلى آخره. فهنا عندنا محادثات نسمعها وإحنا نجاوب عليها، نسمعها واحنا. طبعا هذا الموضوع ما بي غير ان الواحد يعني يطور من الاستماع والكلمات، يعني الاستماع ما يصير الا بعد حفظ معاني. يعني مو هذا مو معقول اني ممكن اسمع الفيديو او اسمع الكلام وافهمه الا ما انا عندي معاني. فهاي المحادثه المحاضره اللي اخذناها هسه وشرحت لكم اياها، هذا الفصل هذا اللي شرحناه، هاي الكلمه ذني حفظا مثل الاسم.
من حفظ معانيهن. ليش؟ حتى تطور الاستماع مالتنا، حتى من نسمع have we met before معناها هل سبق لك او التقينا من قبل، راح نعرف معناها. ليش؟ لان احنا حافظين معناها. فهيك يوم بعد يوم، يوم بعد يوم، حفظ الجمل، حفظ كلمات، وهذا اللي بالاصفر والمحادثه كلش مهم، احفظها مثل اسمي، والله مثل اسمي احفظها، والله عظيم كنت بالمرحله الاولى عزم المحادثه احفظها مثل اسمي واروح الجامع احفظها حفظ، حتى اطور جمل الكلمات شوي شوي اشتغل على الرب. يعني حتى هذا بعد شوف، يعني شوف هذا الكتاب جدا مرتب بشكل جميل، حتى بالبدايه يعني منطينا جمل ومحادثات وبعدين خلينا نكتب. هسه بالبارت الثاني شو يقول؟ يقول اكتب اماكن او اماكن او اشياء انت زرتها من قبل واكتبها وابدي تحدث عنها مع زميلك وابدي اوصف واحكي لها مثل الحكي ومثل النظام اللي حكيناه. It is good وكذا، هل سبق لك وين التقيت الى هذا المكان؟ اذا واحد قال لي هل اعرفك من قبل؟ راح اقول له يس او نو، راح اقول له اين هل انت متاكد؟ راح يقول لي نعم انا مثلا التقينا كذا عرس او كذا كذا فلان او كذا شيء، راح اقول له يس او راح يقول لي نو، فهنا يريدني اكتب. فهو مثلا I went to Saltama High School, I stayed at Raffles Hotel in Singapore, I studied in England for one year، استدرست ببريطانيا، وراح واحد يحكي ويا الثاني ويصير نقاش. البارت الثاني يقول work in pairs، اعمل مع زميلك وسوي محادثة وسوي كلام، هذا الحكي كله اللي يريده، ماكو اي شيء. هذا الطالب شيء المفروض الطالب يقعد يقرا ويرتب اموره ويضبط هذا الفصل 100%، واساس الفصل المحادثات. حتى لو استاذك اللي بالجامعه يقول لك ما اجي لك من عندهن، لا تقراهن، لا تستمع لهذا الكلام، اسمع كلامي، لان انا دي اقول لك من شخص مجرب. انت لا تاخذ نصيحه من دكتور تخرج بسنه التسعينات وما يعرف شنو مستوى الطالب ولا يعرف العلم شلون العلم الطالب يستفاده. اخذ نصيحه من عندي، يعني انت 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 كطالبه، انت كطالب، اي انسان، اي شخص، لا تاخذ نصيحه من شخص متخرج بالتسعينات، اخذ من نصيحه من شخص تخرج جديد ويعرفك، يعرف الواقع مالنا. انا الحمد لله تخرجت جديد مو قديم، يعني اعرف شنو مشاكل الطلاب. لذلك انا كل الطلاب تجي تدخل يمي دورات وتاخذ ملازمي وملازم دكاتره على مستوى العراق او على مستوى يمكن وطن عربي، ما معروفات ولا مشهورات بقد ملازمي، وهذا مو فخر ولا تكبر، واعوذ بالله من مدح النفس، واعتذر اذا انا بالغت بمدح النفس، لا والله، بس الفكره انه انا مجرب واعرف شنو الطالب شلون يتعلم. قبل ما كان هيك، قبل ماكو اشياء مثل هسه استماع، وهاي المحادثه احفظها مثل اسمي، احفظها حفظ واروح للجامع، والله لا تفتهم فهم ولا يتغير مستواك تغيير مو طبيعي. هذا هو كل ما موجود بالنسبة للفصل الأول.